أمثالنا وقطاوينا كانت تسلينا، حكام ومعرفة وكلها زينة. يلا جاوب يا ذكي وجاوبي يا فطينة. جاهزين؟ أنا جاهز. حبايبي جاهزين؟ أمثال وقطاوي ناقصنا الناس الطيبة. ركزوا يبا وسمعوا مني معنا وكلنا فايزين. عند غطاوي وامثال من زمن الأويا مال، فيها حكمة ومعرفة وتفيدنا بكل الأجيال. اللي ماله أول ماله تالي، يلا جاوب تعال. أمثالنا وغطاوينا كانت تسلينا، فيها حكمة ومعرفة وكلها زينة. يلا جاوب يا ذكي جاوب يا فطينة. يلا جاوب يا ذكي وجاوب يا فطينة. أمثالنا وغطاوينا كانت تسلينا. يبكاش مع نواف. حبايبي المشاهدين، معانا شباب كشخة، تعرف عليهم؟ حبيبي محمود سعدون. والنعم محمود. خليك يوسف سعدون. والنعم باسل. باسل شنو؟ يونس. والنعم حبايب قلبي. حبيبي عندنا مسابقة حلو إن شاء الله تفوزون فيها. إن شاء الله. وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير. ورمضان كريم عليكم. الله يعود عليكم. وإن شاء الله يعود عليكم بالصحة والعافية. آمين يا رب. وبكويتنا الحلوة الجميلة. ما يحتاج، الله يسلمك. وشنو أكثر من كذي وناسة نوزع كاش. الله يطول لي عمرك. الله يحفظكم. إذا تسمح لنا راح ناخذ نص دقيقة، عسى الله يعود علينا المناسبة هذه بالصحة والعافية علينا وعليكم، ويعود على أبونا صباح وأبونا نواف. اللهم آمين. وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وعلى الكويت كلها بالصحة والعافية إن شاء الله. الشرف لنا إن إحنا نطلع وياكم. أخوي نواف الصالح الله يحفظك. مشكور أخوي. الله يطول لي عمرك. وكذي أحرجتني كني بفوزك. بعد بدون شيء حبيبي. لا لازم تسلم لازم. يا عزيزي. إن شاء الله مثالنا هالاختيار يكون سهلين. إن شاء الله. أنا بحاول قدر المستطاع. توكل على الله. خل أقول لكم المسابقة. يلا. عندي 5 أمثال كويتية. تمام. أنا بقول نص المثل وأنت تكمل الباقي. تمام. كل مثل جاوبه بعطيك 5 دنانير. أوكي. جاهزين؟ جاهزين. قولوا بسم الله. بسم الله. المثل الكويتي الأول يقول لك مجابل الجيش. سهل ها؟ سهل حيل. سهل. مجابل الجيش. ولا مجابل العيش ما أدري. ما أدري أنا جاوب عليها. مجابل الجيش. ولا مجابل العيش. صجعت صج والله. هذه الاولى ها؟ هذه الاولى. حلو. 5 دنانير. كم واحده باقي؟ عبي كم؟ باقي 4. باقي 4. اوكي تمام. لا لا سهل. انا راح اجاوب على سهل. المثل اللي بعده هم كويتي. خف علينا شوي ها؟ مطبوعين خالصين. اللي ما له دار كل يوم له، فكر فيها. مثل كويتي قديم. كل يوم له. اللي ما له دار ما له بيت. فكر فيها. مثال قديمة، احنا نتكلم على 100-200 سنة. وين 200 سنة؟ لا والله. فكر فيها سهلة. باسل. اللي ما له دار كل يوم له شنو؟ ادري المشكلة مو راضية تضبط. أنا قاعد أحاول أضبطها. اللي ما له دار كل يوم له جار. كل يوم له دار؟ لا جار. لا جار. ها؟ لا جار. الأجار ولا جار؟ لا لا جار. لا مو الأجار. لا جار جار جار. أيوة. لا جار. لا والله ما حد غشك. والله ما حد غشك. والله العظيم إنه على طرف لساني، بس قلت اللي ما له دار. ما له جار. صح. ثانية. نقول رقم 3. توكل. لا تخافون. يلا. راح أساعدكم. طول بعمرك. للحين ما ساعدت. ما ساعدت أنت. ساعدت. هلا كم والله. قاعد أحاول. ساعدت ولا ما ساعدت؟ ساعدت. قزر بومشوشة. يلا عاد. لا. إيش بيك راضيني بالضحك هذه؟ فعلًا بالمثل الكويتي أنا مو مألفة. أنا معاك. خليك قبل. قزر بومشوشة. ليه من تيك؟ انفوسه انفوسه ممشوشه. ليه ما تجيك الشوشه؟ تشير ما راح ينفع للابد. تشير لا قاعد لازم تشير واحد لا ساعدنا فيها. شوف فكر فيها. قزر بومشوشه ايش معناته؟ ليه ما تجيك العروسه؟ حلو. ها انا اقول امشوشه فيها شوشه. قزر بومشوشه ليه ما تجيك امشوشه؟ لا على وزن على وزن امشوشه بس. والله صعبه. يمكن سهلة. شو الكشخة؟ لا مو الكشخة. قزر بمشوشة لمن تيك المبشوشة. لا غيره. قريب عليها. أنا قريب عليها. قاعد تقربون. لا بعد
والله ترى ما اعرفها. المنقوشه شفت شلون راحت المنقوشه. بس انتم قربتوا قلتوا حلوه هذا برافو عليك. يعني قراب ايه قربت وايد قربت تمام. تشير اول مرتين الحين عطل عجل طال عمرك رقم اربعه وعمرك. قال احبك يا ولدي. قال احبك يا ولدي. قال احبك يا. قال احبك يا يبا. قال احبك يا مثل كويتي قديم. الامثال القديمه يبي لنا شوي نعيد احنا عشان تذكرها. احنا في هالبرنامج ايش قاعد نسوي؟ صاد نوزع كاش عشان هذولي الجيل هذا يعرفون بالضبط ايش قاعد نقول. صح صح اللي ماله اول ماله تالي. بس هاي مو من ضمن المسابقات. لا 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 مو من ضمن المسابقات علشان ابين لكم وجهه نظري. ماشي هذا كلنا نعرفه صدق كلنا مودرين وصدق هذا. بس لازم نرجع لاساسنا علشان نعرف وين رايحين. صح كلام. اقول لكم اياها. قال احبك يا ولدي. قال احبك يا يا يبا يا نافعي. يا نافعي يا نافعي. قال احبك يا ولدي. قلت احبك يا نافعي. قال احبك يا ولدي. قال احبك يا نافعي. يعني يا نافعي. يعني ولدي احبك. قال يا معود انا ما نفعني واحبك. صح. قال احبك يا ولدي. قال احبك يا نافعي. يا نافعي. لا تقول لي ولدي وابوي. لا لا النافعني انفعني هو اللي يمشي. ها انفعني. انفعني واحبك. احبك اموت عليك. صح كلامك. حكمه ولا مو حكمه؟ حكمه. بس حكمة. تعلم منها والله تعلم. لازم لازم. قال احبك يا ولدي. قلت احبك يا نافعي. قال احبك يا نافعي. يا نافعي. الله الله يا نفسي. ها اوكي ما عليك. بقيت اخر واحده. اخر سؤال. اعطيتونا الصعب وخليته السهل. اوكي اخر سؤال وتشرف فيكم. يا حياك الله. استانست وان شاء الله تفوزون. احنا كافي يعني كافي احنا فايزين لان شفنا الويو. يا بعد عمري. بس الله يحفظكم. بس الله يحفظكم. خطايا خطايا اوكي ما لو يصعبها علينا خله سهله. ان شاء الله ان شاء الله سهل. يلا ثلاثه والجد الرابع شنو؟ ملاس غيره. ثلاثه والجد الرابع هم قفشه. قفشه غير قفشه. ثلاثة والجد الرابع. فكر فيها. لا خلي يقرب لنا. ما ادري. ثلاثة والجد الرابع. شيء قديم كلمة قديمة. ثلاثة والجد الرابع. الجد الرابع. الأمثال حلوة لكن شوي صعبة. جوجل. لا لا ما يمدي. ما يمدي. ما يمدي. إنزين. ثلاثة والجد الرابع. رابع. أنا أقول من لاس. أنت تقول من لاس. زين قرب لنا من مال شنو؟ شلون؟ ما في قرب لنا. اي قل قرب لنا. لا عطى اختيارات. ما في اختيارات كل واحده. قرب لنا. ثلاثه والجدر رابعهم يعني شيء نحط عليه الجدر. اخلص. نار. لا لحظه شيء نحط عليه الجدر. قبل شلون كانوا يطبخون قبل؟ مو شنو؟ لا صح قرب. شلون كانوا يطبخون قبل شلون كانوا يطبخون؟ على حطب اكيد. حطب اوكي. شنو ينحط على الجدر؟ شنو ينحط على الجدر ولا نحط عليه نحط الجدر عليه؟ حطب غير الحطب. حط الجدر على الحطب. شلون في شيء قبل بين الحطب وبين الجدر شو اسمه؟ النار. ما ادري بعد. هذه النار حطب. اوكي. وهذا الجدر. اوكي. تحط الجدر على الحطب على طول. لا لا لازم تحط الحديده هذه اللي مدوره. هذه قصده هو قصدك الحديده. هي مو مدوره بس ما اطلع لك مو مدوره. لا اقول حق ابوي يمكن ما يعرف اسمها. المركه. المركه هي مثلثه. المركه. انا اقول لك شيء والله العظيم على كثر على هالوقفه استفدنا بس او استفدنا اول شيء شوفتكم. الشغله الثانيه الامثال هذه قاعد تخلينا نرجع نعرف ماضينا واولنا وتالينا. الشغله الثالثه والله عسى ربي يحفظكم قاعد تجددون شغلات كل الجيل احنا والصغار وحتى الكبار في بعضهم ناسيهم قاعد يجددونها واحنا مستفيدين منها. بس الله يحفظكم. تسلم. شوفتكم هي كانت اهم شيء وبس ربي يوفقكم ان شاء الله يعود عليكم رمضان. احنا نحاول زين. ايه؟ احنا نحاول علينا كفنانين صح بعد قلبي والجمهور عم. هو اللي يقيم. تستاهلون. فما دام انت حاب هالشغله احنا حابينها اكيد. تستاهلون. احنا فايزين طبعا من البدايه لان شفنا تعرفكم ومعرفتكم. اي والله مشكور. اعطوا لي الجائزه. مشكور مشكور ما قصرت. برنامج اسمه كاش مع نواف وهذا الكاش يعطيكم العافيه. عسى الله يوفقك. مشكور. عندكم اي كلمه تقولونها؟ كل عام وانتم بخير. انت بخير وعسى الله يعود عليكم بالصحه والعافيه. تسلم. لا فاقد ولا مفقود. مشكورين ما قصرتوا. يكفي انكم انتم حاضرين قاعد تعلمون الناس شغله حلوه. صح.
والناس يبون يتعلمون هالشغله. لا وفوق كل هذا كاش ماني. عسى الله يوفقك يا نواف انت والتيم، مشكورين كلكم، موفقين عليكم بالصحه والعافيه. يعطيكم العافيه، شكرا ما قصرتوا. مشكورين ربع، الله يحفظك. يبا كاش مع نواف. حبايبي المشاهدين، وصلنا الى جائزه الحلقه، وكالعاده معانا ضيفه حلوه خفيفه الدم، ام نواف. يا هلا ويا مرحبا، توايد تمدح فمك. لازم. أم نواف، وصلنا إلى الجائزة الكبرى. جائزة الكبرى، جائزة الحلقة، ومتسابق كل يوم معانا يفوز بالجائزة اللي داخل هل بشتخته. أي نعم، يعني متسابق. حياهم الله. حياهم الله، حياكم. أوه، اليوم عندنا آنسة مدري سيدة ومعاها أولادها الحلوين. يا هلا ويا مرحبا. سلام ورحمة الله. تعالي حبيبتي، تعالي. هلا اختي، شلونك؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. تعرف على اسمك؟ نورية عوض. اسمك عادي؟ نورية عوض. نورية، حياك نورية. الله يحييك. من هذول الحلوين؟ بنت اخوي وولدي. ما شاء الله، هذا ولدك. هذا ولدي. شو اسمك حبيبي؟ ها؟ حسن. حسن. هلا يا حسن، وانت؟ ريما. الله ريما، شلونكم مع رمضان؟ صمون؟ الله عافية عافية. عندك فكرة على مسابقتنا اليوم؟ لا والله ما عندي فكرة. نعطيك الفكرة، إن شاء الله سهلة، وإن شاء الله تكونين من الفائزين. إن شاء الله يا رب. طبعاً معانا نواف، وراح تحاول أن تساعدك. حبيبتي ما راح تقصر معي. أنا عندي هني ثلاث ظرف. أوكي. كل ظرف فيه أسئلة، وفي ظرف واحد مكتوب عليه مبروك، يعني تفوزين على طول من غير أسئلة. عاد انت وحظك. انا حظي ان شاء الله، حظي مبروك. لا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نقي واحد اللي بالنص. خير الامور الوسط. وسط صح. ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هني مكتوب الكلمه اوكي ومعناها. ما معنى كلمه العنقيشه؟ شنو العنقيشه؟ وانا بسهلها لك، ترى هي ثمره قديمه بالكويت. ثمر؟ تمر؟ تمر؟ غير التمر؟ موجودة ويانا بهالقعدة. ايه. كنار؟ الكنار؟ صح. صح. الكنار، بس هي العنقيشة مو الكنارة. ها. العنقيشة اللي هي طعامة الكنار. 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 ايه، الطعام اللي داخل. ويضربون فيها المثل أحياناً، شو يقولون؟ واحد يقول أنا مكسر على رأس العنقيشة. العنقيشة هذه كأنها حصمها ما تتكسر بسهولة. معناتها الشخص اللي يقول هالكلام إنه مر عليه صعاب ومشاكل وبلاوي. عشان كذي سموها. اي عشان كذي سموها العنقيشه. عاد انا ما ادري الحين شلون. تستاهل. اي تستاهل. تستاهل الطيب، تستاهل الطيب، ما قصر. نبطل البشتخته وعطها وداخل البشتخته. انت كريم وهي تستحق. ما تقصر. وداخل البشتخته. وينك كح؟ والله وناسه واحد يتعبث بالبشتخته الصراحه. تفضل اختي. يعطيك العافيه. الف مبروك. الله يبارك فيك. يعطيك العافيه، ما قصرت. ايش رايك بمسابقتنا؟ عجيبه. ايش رايك بضيفتنا؟ حبيبه وغاليه والله، خليها يحفظها يا رب. بس احنا ترى قصد منها مو الربح المادي، القصد المعلومات اللي فيها. معلومات صح. إيه؟ صح، منكم يعني نستفيد. ما نعرف، لان احنا صح. يعرفون شنو العنقيش ولا العنقيشه؟ ما نعرف، انا وحده ما اعرف. اي مو بس انتي، حتى الجيل اللي قبلك يمكن ما يعرف. حسن. حسن. حسن، عرفت شنو العنقيشه؟ طعامه الكناره. يعطيكم العافيه، ما قصرت. شكرا. 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 حياك الله. الله يعافيك. عمري. حياك الله، الله يعافيك، حياكم الله. حبايبي، وصلنا الى اخر الحلقه. ام نواف، ايش رايك؟ والله شيء حلو. فازت بسرعه ما شاء الله. اي تستاهل، ما يخالف. تستاهل، والحين ركزت براسها ترى. اي راح ما راح تنسى. اليهال. هي ركزت واليهال. احنا اللي يهمنا ان المفردات الكويتيه يتعلمونها ما تندثر. صحيح، ما تضيع. حبايبي، احنا كل يوم معاكم ومتسابق جديد، ومعانا هالوردة ونواف. تابعونا باكر، مع السلامه.